هل الحاكم المسلم مأمور ان هو يطرق الابواب باحثا عن اهل المنكر لتنفيذ العقوبة عليهم الى ان يبلغهم مثلا عن الخبر؟ لا لا لا، يعني هناك قصة تحتاج الى تثبت في صحتها، وهي أن أحد الحكام أرسل عسسه لكي ينظروا إلى أحوال الرعية، فأحدهم شك في بيت فتسلق البيت فإذا رجل مع امرأة فإذا رجل مع امرأة فلما رفع الأمر إلى الفقهاء أمروا بإسقاط الأمر، بإسقاط القضية. لماذا؟ لأنهم كانوا مستورين، فليس من وكد الحاكم أن ينقر ليفتش ما وراء الأبواب، لأن الرعية إذا صلحت صلحت في الظاهر والباطن، فهذا هو الأصل، والله تعالى أعلى وأعلم. لكن إذا كان الفساد باديا، يعني افترضنا مثلا رجل يضرب بآلة اللعب أو آلة الموسيقى في البيت، الصوت طلع بر، يعني في الحال ماذا نصنع؟ يجوز إن هو يهجم على هذا البيت ويكسر هذا المنكر. لكن افترضنا هو جات له معلومة إن في هناك آلة في هذا البيت لا يسمع لها صوت، لا يكسر هذا البيت ليكسر هذه الآلة إلا إذا سمع لها صوت، والله تعالى أعلى وأعلم. لا، ما هو لا يفتش، لا يفتش، لا يفتش. يعني عندنا الحديث يا من آمن بلسانه ولم يؤمن قلبه، لا تتتبع عورات المسلمين، فمن تتبع عورات المسلمين فضحه الله ولو في كنف أهله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأنت يعني لا تنقر لتعرف الأسرار وتهتك الأستار، لكن ما بدا وعرف خلاص.